الرز لوحده حكاية. واحدة تنتين ثلاثة، هاي كمان شوية بقدونس فوقهم، وبنجيب السمكة زي ما هي بنرفعها هيك وبنقلبها. يا حبيبي يا سلام. حبيبنا اللزم، كيف حالكم؟ معكم أبو جوليا. روحت من السوق جبت معي سمكتين بدي أشويهم. خليني أشرح لكم كيف بنشوي السمك ومع طريقة عمل أفضل رز بيزبط مع السمك فخم جدا. يلا نبدأ على السريع، خليكم معايا. بدي أجيب السمكة طبعا مغسولة ومنظفة بالمحل، قلت له زبط لي إياها ونظفها. راح أقص الديل، والثانية راح أقص الديل تبعها كمان. أنا بلبس الجلوفز بس لما يكون الإشي اللي بإيدي بيعمل ريحة كتير أو صعب تنظيفه. ما بدي أعمل غير إنه أنا أعمل جرح بسيط هنا وهنا. واحدة تنتين ثلاثة، واحدة تنتين ثلاثة، واحدة تنتين ثلاثة، فقط لا غير. شوي تنظيفات على السريع. الآن ركزوا معي يا حبايب، السمك هذا بدي أعمله مشوي ومدخن. رشة زيت صغيرة، زيت زيتون بكر، وبعمل مساج للسمكة، والناحية الثانية نفس الإشي. رشة ملح، نقلبها على الناحية الثانية، ورشة فلفل أسود. يطلع لي حدا يقول لي وين توابل السمك، انسى الموضوع، السمك المشوي بس ملح وفلفل اسود. بنجيب ليمونه بنقصها من النص كمان ربع، وبنعصر بنحطه جوا وبنقلبها. بنجيب بقدونس، هنجيب كميه زي هيك بدون تقطيع ولا شيء، بنلفها زي هيك نضمها على بعض ونضيفها جوا السمكه. خلي التتبيله تفوت كلها الملح والليمون اللي على الارض هذا، وهي كمان شويه بقدونس فوقهم. البقدونس فايدته هنا انه بيساعد في انه الزناخه تروح من السمك، مش عارف اذا بضيف على الطعم ولا لا، بس انا متاكد انه بيساعد في انه يضيع من الزناخه شوي. خلص خلصنا هيك، وهذه تتبيله السمك بس هيك، ما تضيفوا اي شيء ثاني ولا توابل سمك ولا مش عارف ايش، كله كلام فاضي. السمك المشوي بس هيك. حسكر عليها بالنايلون بالكليم فيلم واسيبها ترتاح نص ساعه. نزيح هذه على جنب، نجيب لوحة تقطيع وبنجيب بصلة كبيرة. الآن بدي أبدأ أجهز للرز. عشان أعمل رز السمك الفخم اللي قلت لكم عنه بدي أجيب بصلة كبيرة وأبدأ أقطعها شرايح طويلة. الرز هذا طعمه كتير كتير مناسب للسمك، ممكن تاكلوه لوحده. أمجولي بتحب تاكله لوحده مرة، بتقول لي اعمل الرز تبع السمك بدون أي شغلات تانية معاه. بنجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة بكفي، بنخليهم بدون تقطيع بس بدي أقشرهم هيك بقدر أبدأ في الرز. خلينا نشغل الفرن على السريع. الفرن دائما خدوا نظر عليه، بيحتاج تنظيفة سريعة، ممكن يكون فيه شغلات واقعة لو اشتغل الفرن راح تنحرق وتعمل رائحة مش لطيفة. هذه بحطها بالنص وبشغله على حرارة 200 أو 220. عبل ما يسخن الفرن في شغلتين بدي احضرهم الان عشان نستغل الوقت والطبخه ما تاخذ معنا وقت كتير. الشغلتين هم بدي اولع فحمه وبدي انقع الرز في المي. راح استعمل رز بسمتي الحبه الطويله. نحفظ العيار تبعه، نجيب مصفايه بنعبيها مي بنحطه فيه وبنولع على الفحمه، بنحطها على طرف النار وبنوطي شويه. طبعا انا ما حكيت لكم شو السمك اللي جبته لانه ما بيفرق نوع السمك، لانه في ناس ممكن تحكي لكم في سمك بينفع للشوي وفي سمك ما بينفع للشوي. كل السمك بينفع للشوي. انا النوع اللي جبته الدنيس، ما بعرف شو بتسموه عندكم في بلدكم، اكتبوا لي بالتعليقات. تنساش الفحمه يا شيف. انا في انتظارك مليت. صار تقريبا نص ساعه، أجيب ورق الطبخ وبدنا نحطها تحت السمكات. رح أجيب صينية تانية وبنجيب السمكة زي ما هي بنرفعها هيك وبنقلبها. سمكة تانية وبنقلبها وبنحط عليهم الأشياء هذه، الليمون والبقدونس والشغلات هذه بنخليها عليها. هيك جاهزة للفرن، نتأكد الحرارة صارت جاهزة. الحرارة 200 قلنا، بنحطها بالنص تقريبا ثلث ساعة وبنقلبها 10 دقائق. خلينا اعلي الحراره على الاخر، خليها على الماكس 250. يلا كانه بنشوي على الفحم. تنساش الفحمه يا شيف. الان يا حبايب ركزوا معي، شوفوا كيف بدي اعمل الرز. بنحط شويه زيت، بننزل عليها البصلات والتومات، بنقلبهم دقيقتين وبنصفي الرز من المي.
ما بدنا ياخذ لون، بس لو اخذ لون خفيف زي هيك مش مشكله، بيعطينا طعم مكرمل. بنوطي النار او بنحطه على جنب وبننزل الرز عليهم وبنقلبه. المرقه بسيطه جدا، بنجيب مكعب ماجي وبنفتته، بعدين بنجيب الكيس هذا العملي تبعنا بنحط فيه شويه هيل، قرنفل حب، ورقتين ثلاثه غار، وممكن عود صغير قرفه نكسره نصين وبنحطه بالكيس. بننزل عليها مي مغليه. ضايل شغله واحده بس اللي هي الكركم، يعطينا لون اصفر حلو. بننزلها على الرز وهي سخنه، رشه ملح صغيره كتير، لانه مكعب الماجي فيه كميه ملح كويسه. باقي شغله واحده صغيره اللي هي الليمون المجفف اللي هو هذا، في بيجي منه لونه اسود وفي بيجي منه لونه اصفر. نضربه 3-4 ضربات بطرف السكين وبنحطهم مع الرز. بنخلي الرز على نار عاليه لغايه ما يبدا يغلي، بعدين بننزله على نار واطيه. بنشوف ايش صار في السمك، شكله يا سلام الريحه طلعت، والفحمة تقريبا جاهزة والرز تقريبا جاهز، وأنا جاهز من الصبح بدي أكل، ما افطرتش من اليوم، ما أعمل سمك ما افطرش. طيب في شغلة صغيرة واللي هي الجرادة الخضراء أو الشبت، اللي بيحب يضيف مكسرات على الرز أنتوا حرين. بنبدل النواحي، نخلي الناحية اللي جوا برا عشان يكونوا السمكتين مستويين بنفس الدرجة. الله يمجولي غير تكيف على الرز. طبعا ما في داعي أحكي لكم إنه لازم السمك يتاكل مرة في الأسبوع على الأقل أو مرتين. سمك مفيد جدا وطعمه لذيذ جدا والتغيير حلو. ممكن مرة سمك مشوي زي هيك، ممكن مرة باستا بالجمبري. في فيديو تحت بالصفحة طريقة رائعة جدا، انزلوا تحت شوفوه. طبقة جزير بدنا نجهزها عشان ندخن السمك فيها. نص ليمونة نعمل منها شرائح، واحدة اثنتين، نقصهم من النص ونخلي نص الليمونة هذه جنبنا رح نحتاجها. بطل فيها مية حواليه، رح أطفي النار، نفتح الطنجرة وعلى السريع بنجيب مكعب الزبدة وبناخذ منه شرائح صغيرة. أزكى إشي الآن الفلفل الأسود، بنرش رشة من الفلفل الأسود وبنغطيها وبنخليها 5 دقائق نشوف السمك ايش صار فيه. يا سلام لونه ذهبي على بني مقرمش، ممتاز ممتاز، صار جاهز. طلعوا ما احلى منظره، يا سلام وقعنا شوية رز، منظر خرافي. بنشيل هذه وبنيجي يا جماعة الخير بنحط رز هنا. قبل ما احط الرز استنوا شوي، خليني اطلع السمك من الفرن. طلعوا السمكات يا حبيبي، يا سلام يا سلام. واحدة واحدة ركزوا معي، حنجيب الرز ننزل الرز هيك. هدول الشغلات خليهم مش مشكلة، محدش هياكله، واذا بدكوا تاكلهم كلوه، انا بدي امنعكم يعني. وبنخلي مساحة للسمكة، يا سلام يا سلام. وبنيجي هنا بنجيب المغرفة هذه تمام، وبنجيبها زي ما هي هيك وبننزلها، بنضمدها زي هيك. بنعمل مساحة للفحمة، بننزل ورقة الجزدير اللي فيها الزيت، بنجيب الفحمة وش بنعمل وبننزلها هيك، بدأت تطلع دخنة بتسكر عليها. يا سلام يا سلام. وبنجيب منشفة صغيرة وبنسكر عليها عشان الدخنة ما تطلع لبرا. يا حبيبي يلا يا شيف جوعتنا يا زلمة. وبعد 5 دقائق هيك بتكون صارت جاهزة، بنشيل عنها. يا حبيبي يا حبيبي على الروائح، يا حبيبي يا سلام يا سلام يا سلام. انت خلصنا منك يعطيك العافية. شايفين الرز كيف مفلفل؟ الآن رشة شبت أو جرادة خضرة فوق الرز، وهذا اختياري. بنزين بشوية شرائح ليمون، وفوق هيك بنجيب نص الليمونة وبنعصر عليها. هيك بيكون الطعم صار ممتاز 100%. يا سلام بدنا ناكل هالقيت. نشلح هذه
حبيبنا اللزم بدنا ندوق السمك هالجيت. المرة هذه كل مرة بتتأخر يا مرتي. وي بابا. تفضلي سمك مدخن فخم. هاي صحن وهاي كمان أحلى صحن. أنا عارف إنه فخم. الرز لوحده حكاية صدقوني، بس تعملوا الطريقة هذه رح تاكلوا 4-5 ملاعق رز قبل ما تفكروا بالسمك من كتر ما هو الرز فخم. شوية جلدة مقرمشة مع اللحمة الدايبة يا شباب. ريحة الفحم كأنه مشوى على الفحم تماما. حبيبنا اللزم، إذا جداد على القناة اعملوا لايك واشتراك وتابعينه في الفيديو الجاي. تعالي كلي، تعالي يلا تعالي.